والصوفي كما يقال الصوفي ومن قلبه صفى، وترك الدنيا وراء القفا واكتفى أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم كان الطلبة جد سعداء عندما أخبرتهم بزيارتنا للزاوية. وارتأت إحدى الطالبات وهي حليمة المؤداد، ارتأت وهي باحثة تبحث بأنامل نسوية عميقة، ارتأت أن تعرف وأن تتحدث عن الزاوية، عن الطريقة البصرية أمام البصر. فإذا كان هناك من نقص أو من انزلاق أو من فغض الطرفين فهي مجتهدة، فلتتفضل مشكورة مأجورة. السلام على سيد الوجود والعدة في كل موجود. بداية سلام أتقدم الشكر ومسال لدى كريمة أستاذتي الفاضلة التي الحمد لله رحمه الله عز وجل أنه فتح لها هذا الباب التعلم على يديها وعلى طلبة من الأساتذة الكرام سيدي رشيد العلمة سيدي محيب وباقي أساتذة غابوا عن هذا المحفل وهذا هذا العرس الرباني. والشكر كذلك لآل بصير على رأسهم الإسماعيل وباقي الأسرة الكريمة، نسأل الله عز وجل أننا يطعمنا مما أطعمهم ويسقينا مما سقاهم، لأن ما قال سلسلتنا الكريمة هذا فقط من تواضعها ومن سعة صدرها ومن ما احتفت به طوال هذه السنتين بطلبتها الكرام. نحن نعتبرها أمتنا الفاضلة، نسأل الله عز وجل أن يجزيل لها العطاء ولكل أساتذتنا ومشايخنا. كما قالت لي الطويلبة علم وباحثة، نسأل الله عز وجل أنه يكلل هذا العمل بالخير. بداية قبل الحديث عن هذه الزاوية، صراحة عن هذه الزاوية العظيمة التي ليس من السهل الحديث عنها أمام رجالاتها، لكنني ألفت الانتباه إلى قبل الحديث عن الزاوية عن المعنى الاشتقاقي للزاوية. عند البحث في الاشتقاق اللغوي للزاوية نجدها تتردد بين معنيين، معنى الانزواء وهو من انزواء الانزواء، الانزواء هو الابتعاد والاختلاء والخلوة والعزلة، هذا المعنى الأول. ثم معنى آخر هو الركن، الزاوية هو ملتقى جدران أو مستقيما، حتى في الرياضيات جرينا هذا المفهوم الزاوية. بالتالي الزاوية هو هذا الركن أو آوي إلى ركن شديد. بالتالي ربما يظن البعض أن هناك في الدلالة الاصطلاحية هناك نوع من التناقض أو التضاد في المعنيين، بمعنى الزاوية هي مكان انقطاع ثم هو في آن الوقت هو مكان اجتماع. تالي هذا المكان الانقطاع الذي ينقطع فيه القلب عن السوى، عن كل ما سوى الله عز وجل، يرحل من الأكوان إلى المكون. ثم بالذكر والتأمل والتفكر، هذا بداية. ثم هو مكان الشماء بما هو معية مع من اختار الله عز وجل. اصبر نفسك مع الذين يريدون، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هو الشماء. وبالتالي ليس هناك تضاد، انما هو توازن وتكامل بين هذا المجال السلوك الفردي لطلب الكمال، كمال خلقي، كمال علمي، كمال الاجتماعي، ثم هو عمل جماعي في خروجنا للمجتمع في هذا الانفتاح على الآخر. ولعل الزاوية البصيرية هي خير مثال على هذا الجمع جماعة. وأنا أبحث عن هذه الزاوية اللي صراحة استمتعت وأنا أنقب وأبحث اعتمادا على كتاب المعسول لسيدي محمد المختار السوسي رحمه الله عليه، وكتاب النظر اليسير
نعم، لمناقب آل البصير، فوجدت أنها فعلا زاوية تجمع ما تشتت في العديد من الزوايا، جمعت بين العلم والعمل، بين الجهاد والمجاهدة. ولعل هذا قد درسته لنا أستاذتنا جزاها الله خيرا في الفصل الأول، ونحن نتكلم عن خصائص التصوف المغربي، لما تكلمنا عن تكاملية هذا الجمع بين الشريعة والحقيقة، بين لب الشريعة وبين ظاهرها، ثم هذا التكامل بين الجهاد والمجاهدة. وآل البصير رحمه الله عليهم كانوا مثالا في يعني في الدفاع عن حوزة هذا الوطن الحبيب، يعني المستعمر الفرنسي والإسباني، ثم مجاهدة النفس دائما وأبدا، هذه التربية المستمرة. فصررت وانا ابحث عن هذه الزاويه، ولعل الارهاصات الاولى لهذه الزاويه انطلقت مع سبي الغيبي المتصل الذي يتصل نسبه مع مولاي عبد السلام بن مشيش. وبالتالي عندما نقول الزاوية البصيرية نقول الزاوية البصيرية المنشيشية أو الشاذلية الدبقاوية الإبراهيمية. فسبحان الله، وحتى نحن نتأمل هذا الاختيار، واختيار لله الزوجة أنها توسطت قلب المغرب فجمعت بين الشمال والجنوب، لا الناحية الجغرافية لا الناحية الروحية. ونسبهم ينتسب الى مولاي السلام بن مشيش دافين جبل العالم، وهما ينحدرون من قبائل الغيبات في الصحراء. اذا جمعوا بين هذا التلاحم، ازالوا تلك النزاعات القبليه وتلك كل هذه الامور. البصير فهذه القبيلة تنحدر كما قلت إلى قبيلة الغيبات، بالضبط فخذة المؤذنين نسبة إلى جد من أجدادهم اشتهر بالمؤذن. وربما يتساءل البعض لماذا سموا آل البصير؟ فمن لغتي ومن ذوق أهل الله ومن لغة الضاد وأدبها أن الأمور يسمونها بأضدادها، فالضرير ينعسونه بالبصير. بالتالي كان احد الاجداد ضريرا ولكنه ضرر، يعني هذا البصر. ولكن هناك قاعده صوفيه يقولها الله، ربما كانت بصيرتهم يبصرون بكليتهم، يعني نحن نبصر بعين رؤوسنا، لكنهم كانوا يبصرون بكليتهم وبقلوبهم. وما قال الإمام الحجاج: قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. الله العظيم، والكثير من أحوالهم وكراماتهم. هناك من أجدادهم من كان يعرف يعني المنطقة بشمل ترابها، فهو يميز بين هذه المنطقة وتلك. صراحة الكلام كثير، وأنا أبحث عن هذه الزاوية الجميلة، جمعت كذلك قلت هذا الجانب العلمي والعملي، هذه المدارس العتيقة. سيدي إبراهيم مؤسس هذه الزاوية في عياد كان مدرسة متنقلة. جميل أنه عندما التقى بشيخه سيدي عبد الله بن أحمد إلغي ورقنه الورد الدرقاوي وأمره بالسياحة، فبدأ بالبسوس يعني جال أنحاء المغرب كلها. فكان في أي منطقة يحل يترك أتباعا ومريدين وزوايا، يعني فاقت فروع الزاوية الحمد لله الأربعون، يعني فرع على مستوى الداخل ثم على مستوى الخارج. وهذا إن دل على شيء، يدل على أن فعلا قد يعني كانوا مقاصديين. نحن معنا الحمد لله أساتذة المقاصد عرفوا مراد الله عز وجل منهم. لعل الإمام الشاطبي عندما يقول: مقصود الشارع إخراج المكلف من حظ هواه حتى يكون لله يكون عند الله اختيارا كما كان عند الله اضطرارا، هذا سبحان الله يعني واحد نجده متجليا في هذا آل البصير، انهم فعلا كانوا عبيد لله. الولي هو من يدل على الله ولا يدل على مفسد، بالتالي ما كان لله دام واتصل واشع
إشعاعا لا على مستوى الحاضر ولا على مستوى الخارج. خدمته الحمد لله استقبلنا لإسماعيل حفظه الله بهذا الترحاب، ولعل هذا هذا أصيل في العائلة الكريمة. ملاحة مسدي المختار الشوسي وهو يتكلم عن الزاوية فقال: لا أعرف الآن زاوية في المغرب، هذا قاله في 1963، لا أعرف الآن زاوية في المغرب لها مثل هذه المزية العظيمة التي تعطى، لا تعطى إلا لمن زهد تواضع وجعل نفسه في خدمة المصلحة العلمية. هذا كلام دقيق ربما يختصر العديد مما أحاول أن أقوله. تكلم سيدي المختار السوسي رحمة الله عليه في كتاب المعسول، تكلم عن أحواله وعن كراماته وعن إيثاره وعن حبه وعن زهده وعن خدمته. تكلم كيف التقى مع شيخه، استغربت وأنا أجد الأب ديالو سيدي مبارك اللي هو كذلك من الصلحاء ومن كبار العلماء، لكنه كان يقول لابني: أتمنى أن أحيا حتى تلقى الشيخ الحي. فيقول له: وهل هناك شيخ ماء العينين؟ ما هو حي؟ تقول له: لا ليس هو. يقول عائلتك الثانية، تقول له: ليس هو. حتى التقى مع الشيخ سيدي عبد الله بن أحمد الإلغي سيدي بن أحمد، جزاكم الله خيرا. وفي هذه القصة عندما التقى كيف تعامل معه بغلظة في البداية، ثم انقلبت تلك الغلظة رحمة. هذا اللقاء بين الشيخ وبين المريد، هذا الطلب في أن تلقى من يدلك على الله. سيدي عبد القادر جنات يقول لك: لا تصحب إلا من يمهدك حاله ويدلك على الله مقاله. كان الناس يسيرون مسيرة سنين وأعوام يبحثون عن هذا الكبريت الأحمر الذي لا أكون أطلت، ولكن هذا جهد مقيم. أسأل الله عز وجل أن تكون الكلمة خفيفة على قلوبكم، و السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعسابي أمام مشايخي وأهل البصير إذا كنت لم ينقض في الكلمة حقها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العمود الطاولة الدقيقة في أسرة في الزاوية البصيرية. حقيقة عندما أسست هذا الماستر، ماستر العقيدة والتصوف الغربي الإسلامي، وجدت مجموعة من المساندين أساتذة، ومنهم من يحاضر معنا الأستاذ محب، أستاذ محمد الروغي، أستاذ تامر الحراء، الأستاذ أنس الغبيسي، يعني مجموعة من الأساتذة، أستاذ محمد الثاني، مجموعة من الأساتذة الذين ساندوا وآمنوا ودافعوا ووقفوا إلى جانبي ونحن نخوض غمار هذا البحر، بحر الذوق، بحر التصوف، لنبين للطلبة حقيقة هذا العلم. ووجدت أيضا من خارج الكلية مدعمين. استضافنا فضيلة الأستاذ سيدي عبد المغيث في المجلس العلمي ببرشيد في مؤتمر يعني كبير جدا علمي ثقافي حول الشباب، استضاف الطلبة، كان الشباب والتربية الروحية، فكان يعني مؤتمرا مميزا وناجحا، كان حضور أساتذة وحضور طلبة أيضا مدعمين الأستاذ المجلس الشيخ سيدي إسماعيل الذي أيضا كما قلت زرناه في 2017، ونحن نكرر الزيارة من جديد. فالحمد لله أهل هذا العلم وأهل هذا الفن وأهل الذوق يدعمون بعضهم البعض، سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها. وهناك من الموحدين المتعاطفين معنا فضيلة الأستاذ سيدي إبراهيم الشروح من دار الحديث الحسنية، وقد بدأ معنا هذه السنة في التكوين الموازي للطلبة في مناقشة طلبة الماستر، في الإشراف عليهم، في الحضور في لجنة الولوج، طلبة الولوج إلى الماستر. فالحمد لله يعني أجد من يدعم من يساني، وهذا من بركة هذا العلم. وأجد أيضا من الطلبة من هم يستجيبون ومن هم يحبون ويريدون أن يتعلموا، وأرى فيهم الخلف إن شاء الله.